حرب المسحب دخلت مصر، بازوكا عمل مسحب، بعد كده هارت اتاك عمل مسحب، كان لازم اقارن بين الاثنين، ولكن عشان اقارن بينهم مظبوط جبت المسحب الاصلي البيك من السعوديه جالي مخصوص عشان اقارن بين الثلاثه، هقارن بينهم وانا مغمض عينيا. يلا بينا. بسم الله. اول واحده طعمها كويس، القرمشه فيها كويسه، ولكن طعمها قريب شويه من الناجتس الموجوده في سوبر ماركتس. نخش على تاني واحده. تاني واحدة القرمشة فيها أحسن وطعم الفراخ أحسن بكتير، حسيت إن أنا باكل فراخ، والخلطة مختلفة عن أي خلطة بتاعت سوبر ماركتس، حلوة بصراحة. يعني لو جبتولي 100 مسحب من 100 مكان أعرف أطلع المسحب اللي أنا متعود عليه من صغري، مسحب البيك. توب. أول واحد كان إيه؟ وتاني واحد بازوكا. تاني واحد عجبني اكتر من هارت اتاك، الاثنين حلوين، ولكن بازوكا حسيت طبعا الفراخ احلى. الاثنين سعرهم 100 جنيه والاثنين 10 قطع، ولكن البيك طبعا في حته تانيه، فمين احسن فيهم؟ لا بازوكا يكسب. واستنوني الفيديوهات اللي جايه. سلام.